يومكم سعيد أحبتي. يوجد قرية في هولندا جدا 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 لطيفة، من كثر لطافتها وجمالها أطلقوا عليها بندقية هولندا. هذه القرية تحديدا يا أصدقائي كما تشاهدون في هذه الصورة لا يوجد بها شوارع، يقوم سكان هذه القرية بالتنقل عن طريق القوارب فقط. تسمى هذه البلدة الهولندية ببلدة جيثورن الهولندية، ويطلق عليها باسم بندقية هولندا. لا يوجد بها طرقات، التنقل فيها عبر القنوات المائية والجسور فقط، لا تدخلها أي نوع من السيارات، ويدخلها السياح دائما عبر قوارب أو دراجات أو عن طريق المشي. وما يميز هذه البلدة اللطيفة الصغيرة الجميلة والأنيقة أن بيوتها جميلة جدا ومليئة بالخضرة. انظروا إلى هذا الجبل، هكذا تبدو هذه الأنيقة، تأسست قبل 800 عام، وشكلها الفريد ونقاء جوها مما يدعو للإنسان رغبة شديدة جدا لزيارتها. إنها أيضا تسمى هنا في أوروبا الشمالية بفينيسيا الشمال. يومكم سعيد.